وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 27 و100 للهجرة الموافقة لسنة 45 و700 ميلادية وفاة العلامة مالك بن دينار. كان عالماً زاهداً كثير الورع، لا يأكل إلا من كسبه، له قصص وأقوال مأثورة. ومن أقواله: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله تعالى. مقتل الأمير يزيد بن خالد القسري. كان مع أبيه في العراق وقتل أبوه، فانتقل إلى غطط دمشق وأقام إلى أن ولي الخلافة مروان بن محمد الأموي. انتفض أهل غطط دمشق فنادوا به أميرا عليهم وهاجموا دمشق فحاصروها، فأقبلت لقتالهم قوة موالية لمروان بن محمد من حمص. وفي الوقت ذاته هاجمهم جند دمشق فانهزموا، وتم أسر يزيد بن خالد القسري واقتيد إلى دمشق وقتل وصلب على باب الفراديس. وفي مثل هذا اليوم من سنة 95 و500 للهجرة الموافقة للعام 98 و100 ميلادي، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج مراكش خبر وفاة الطبيب محمد بن عبد الملك الإيادي المعروف بابن زهر. من نوابغ الطب والأدب في الأندلس، ولد بإشبيلية وخدم دولتي الملثمين والموحدين، ولم يكن في زمنه أعلم منه بصناعة الطب. له كتب عديدة في الطب والأدب، منها الترياق الخمسيني ورسالة في طب العيون، وله شعر وموشحات أشهرها موشح: أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي. توفي بمراكش عن عمر ناهز 86 عاما. وذكر حجاج مراكش خبر ثورة عبد الرحيم بن الفرس في الأندلس. كان ابن الفرس من طبقة العلماء بالأندلس ويعرف بالمهر، ظهر في بلاد كازولا وانتحل الإمامة وادعى أنه القحطاني، وخطب له بالخلافة واتبعه خلق من البربر، فبعث السلطان الناصر المؤمني إليه الجيوش فهزموه وقتل، وجيء برأسه إلى مراكش ونصب بها. وعلم الحجاج بخبر وفاة الشريف علي بن عبد الله بن النقيب العلوي. شريف معرق في الرياسة والتقدم والنقابة، كان أديبا فاضلا حميد السيرة، له أشعار عديدة منها: إذا رقصت وأيقظت المثاني وطرف رقيبها العاني نؤوم، أرتك الروضة مطلول الحواشي يهيم مسحرا فيه النسيم. وذكر حجاج بلخ خبر تملكها من قبل الغور. وكان صاحب بلخ تركيا اسمه أزي، وكان يحمل الخراج كل سنة إلى قبائل الخطا اتقاء لشرهم. وعندما توفي أزي سار الأمير بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود الغزنوي إلى بلخ فدخلها وملكها، وقطع الخراج الذي كان يحمل إلى الخطا، وخطب لخاله غياث الدين صاحب غزنة. وذكر حجاج خراسان خبر تملك خوارزمشاه مدينة الري. وكان على الري الأمير ماجغ نائبا عن خوارزمشاه، فخرج عن طاعته فسار خوارزمشاه لقتاله، ففر ماجغ وتحصن بقلعة من أعمال مازندران، لكن الجيش تمكن من القبض عليه وأحضروه بين يدي خوارزمشاه الذي أمر بحبسه بشفاعة من أخيه أقجة. وتملك خوارزمشاه الري وأرسلت له الخلع من الخليفة تقره على ما بين يديه. وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة العلامة محمد بن أحمد المعروف بابن رشد. فيلسوف من أهل قرطبة، عانى بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. عرف سلطان الموحدين المنصور المؤمني قدره فأجله وقدمه.
واتهمه خصومه بالزندقة والإلحاد، فأوغروا عليه صدر المنصور فنفاه إلى مراكش وأحرق بعض كتبه، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه. يعتبر ابن رشد من كبار الفلاسفة في التاريخ الإسلامي، وقد صنف نحو 50 كتابا في مختلف المواضيع الفلسفية والعلمية، منها تهافت التهافت وفلسفة ابن رشد. توفي في مراكش عن عمر ناهز 72 سنة، ونقل جثمانه إلى قرطبة. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 65 و600 هجرية الموافقة لسنة 66 و200 و1000 ميلادية. خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. دولة إلخانات المغول في فارس، وعليها أبغى بن هولاكو التتاري. دولة الكرد في فارس، وعليها الأمير شمس الدين الثاني الجغتاوي. الخاقانيون في أذربيجان، وعليهم أخستان الثاني بن فريبرز. دولة الخاقانات العظام، وعليها قبلاي بن تولوي التتاري. دولة سلاجقة الروم، وعليها غياث الدين كخسرو السلجوقي. وفي مصر كانت دولة المماليك البحرية، وعليها السلطان الظاهر ببرس البندق داري. وكان المستنصر محمد الحفصي على دولة بني حفص في إفريقيا. وكان الواثق أبو دبوس إدريس بن محمد المؤمني على دولة الموحدين في المغرب العربي. وكان محمد الغالب النصري آل نصر ملك غرناطة في الأندلس. وكان السلطان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد على دولة بني زيان في تلمسان. مدينة تلمسان. ومدينة تلمسان تقع شمال غرب البلاد. سكنها البربر في المدينة القديمة، كما خضعت للحكم الروماني من القرن الخامس الميلادي. وفي سنة 51 هجرية فتحها العرب المسلمون بقيادة عقبة بن نافع، وظلت تابعة لخليفة المسلمين طيلة الحكم الأموي وبداية العهد العباسي، ثم خضعت لبني زناتة الذين انشقوا عن العباسيين، وبعدهم خضعت للأدارسة طيلة القرن الثالث الهجري، ثم للمرابطين بزعامة يوسف بن تاشفين. بعدهم حكمها الموحدون لمدة 40 سنة، ثم آل حكمها لبني عبد الواد الذين استمر حكمهم طيلة 3 قرون. بعد ذلك حاصرها المرينيون لمدة 7 سنوات بقيادة زعيمهم السلطان أبو يعقوب، وبنوا قبلتها مدينة جديدة أسموها المنصورة، ثم دخلها أبو الحسن المريني ودام حكمهم فيها 11 سنة. بعدهم خضعت للعثمانيين بعد أن دخلها القائد العثماني بابا عروش، ثم احتلها الفرنسيون واستمرت سيطرتهم عليها إلى سنة 1382 هجرية، حين استقلت الجزائر وأصبحت تلمسان مدينة في الجمهورية الجزائرية.